من حق الشعوب أن تدافع عن نفسها حيال ظالم يظلمها ويستبد عليها. وما تفعله من وسائل النضال يمكن أن يرتقي إلى كل وسيلة تفضي، على شرط أن لا يسمى جهادا وأن لا يرفع فيه السلاح، لأن رفع السلاح في أي وطن هو تبرير لاستعماله من الطرف المقابل. كيف استعملوا آلة غيرك يصنعها وأنت لا تملكها وتدرب عليها وله من الإمكانيات ما يقررها؟ أن تحتج بسائل وسائل الاحتجاج فهذا مشروع، لكن الذي لم أفهمه كيف تدخل مجموعة من المشايخ في وقت من الأوقات ليذكروا بأن ما يحصل في سوريا جهاد، وليذكروا بأن من واجب المسلمين أن يقاوموا هذا الظالم، على معنى أن الذي أؤمن به أن الواقع في سوريا واقع ظلم استبداد. اسمحوا لي، الذين لا يوافقونني على ذلك لهم رأيهم، لكن أنا كحبيب لسوريا أشعر بأن النظام تصلب واعتدى على شعبه وافتك حقوقه ولم يستمع إليه وظلمه واستبد به، والآن هو يبيعه في سوق نخاسة. لكن لعل معنى أننا نغير أوضاعنا الاجتماعية والسياسية بالسلاح؟ أبداً، ليس بإمكاننا أن ندعي أن السلاح قادر على تغيير الأوضاع السياسية، لأننا نشرع بذلك عملية الانقلاب، ونشرع بذلك عملية الاغتيال، وتصبح القضية متروكة لهوى كل من له هوى، صاحب حق أو غير صاحب حق، وكلهم يفعل ما يشاء. أبداً. ولذلك التجربة هذه تجربة عقيمة، ويبدو أنه في أذهاننا نحن أبناء العالم العربي أنه لا تغيير إلا بالسلاح. لأننا حتى قبل الثورات كنا عندما نجلس في المجالس، كيف حوالكم أنتم في بلدي ألف؟ والله يعني، والجيش، حدثني عن الجيش، في ما في، كأن الأمل في التغيير في البلاد التي انغلقت فيها الأبواب أصبح أمل الالتجاء إلى الجيش أبداً. وإذا كان الجيش لم يتحرك، نمشي ونحركوا الفدائيين، هذا ممنوع، هذا ممنوح للذي افتكت عرضه. إخوانك في فلسطين عندهم الحق، والقانون الدولي أعطاهم الحق، والمنطق يعطيهم الحق، لكن في بلدي ترفع علي السلاح وارفع عليك السلاح ونقتل بعضنا؟ فنقول هذه التجربة عقيمة، حتى ولو نجحت هي غير ناجحة، حتى لو نجحت هي لم تنجح، لكن حتى لو نجحت هي غير ناجحة.